كان لاكتشاف النفط والغاز في المملكة العربية السعودية الأثر الهائل على تطور المملكة، ليتواكب مع إنجازات ضخمة في جميع مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعقود التالية. في عام 1975 تأسست شركة الكابلات السعودية أو SCC في جدة، وهي مشروع مشترك بين مجموعة زينل الصناعية في المملكة العربية السعودية وأكبر مصنعي الكابلات عالميا. تشمل مرافق شركة الكابلات السعودية في المملكة العربية السعودية الآن مصنعا متكاملا لكابلات الطاقة الكهربائية ومصنع كابلات الاتصالات، بالإضافة إلى مصنع قضبان النحاس ومصنع اللدائن البلاستيكية ومصنع البكرات. وتلتزم شركة الكابلات السعودية بأعلى معايير الجودة العالمية والعديد من شهادات مطابقة المواصفات الرئيسية، واكتسبت ثقة العملاء في كل من الأسواق المحلية والعالمية. وتقدم شركة الكابلات السعودية الآن مجموعة واسعة من المنتجات المتطورة، بما في ذلك الكابلات ذات الجهد المنخفض وأسلاك البناء، والكابلات ذات الجهد المتوسط، والكابلات ذات الجهد العالي جدا التي تصل إلى 500 كيلو فولت.